سير بدا الاسم ديالك وليد. اهدر بالجهد وليد اكادير. عاود لينا القصه ديالك اخويا. القصه ديالي تعرفت على واحد البنت تعرفت على واحد البنت في تقريبا 2012 2013. عادي كانت غولاسيون عادية في الاول. من بعد عام ديال التعارف وداكشي، من بعد عام ديال التعارف صافي ولينا بجوج، دارهم عارفين، دارنا عارفين، دوزنا تقريبا 5 سنين كنا بخير، شي حاجه ما كانت ماشي هذيك، كنا غادي مزيان. من بعد جات واحد الوقيته اللي طرا واحد المشكل اللي انا ما عارفوش، ما كانش عندي اللي تشي فكره اللي مهم. من بعد عرفتو في الاول ما كنتش عارف والو. البنت جات قال لك وليد الدار ما بقاونا، ما بغاوش نبقاو بجوج، ما بغاوناش نكملوا داكشي. دويش مع دارهم قالوا لي احنا ما قلنا والو. من بعد دازت تقريبا شي 6 سنوات من بعد ما تفارقنا. كنتي في الاول عايش معاهم ولا واه كنت كندخل الدار عادي، كنعرف والديها، كيعرفوني خوجها، كلشي. حاول ترفع الصوت ما داخلش في اللايف. كلشي كنعرفهم كاملين صافي. من بعد واحد النهار رجعت عندي الاخت ديالها عادي، سولت فيا عادي. من بعد كتوريني دي فيديو ديال واحد الدري صغير، تكون في العمر ديالو 5 سنوات بحال هكاك. انا ما ديتش ما جبتش في الاول، ولكن من بعد بديت كنفكر وبديت كنفهم علاش ديك البنت ما قدراتش تكمل، وعلاش قالت لي الوالدين ديالها قالوا لها وقالوا لها وقالوا لها، حيت يمكن النيفو ديالهم شويه مزيان، عايشين مزيان، ما خاصهمش حتى شي حاجه. يعني عائله ثريه. وانا ذري عادي، ولد الشعب، ما محتاجش داكشي اللي عندهم هما. انا كنت باغي ديك البنت، ودابا ما نعرفش بلي داك الدري، هما كيقولوا بلي داك الولد مربينو ماشي ولدهم، ما كيجيهم والو. وانا باغي نثبت شكون داك الدري، بغيت نعرف شكون هو، بغيت نعرف واش ولدي ولا شكون. حيت الدري فاشو انا ولدي هذاك، ولا عرفتي بلي راه ولدك؟ شوف انا كنت حاسس بشي حاجه من الاول، شي حاجه كتبقى ترجعني لديك العائله، فهمتي، كتبقى تفكرني ديما وكتخليني الا كان مهم هادشي باش كنحس انا عارف مورا شي حاجه. وباش عرفت بلي ولدي الهضره، جاو عندي ناس وقالوا لي والد اش كاين، وانا فاش كنحاول نفهم كلشي كيزد عليا، فهمتي، هما كيزدوا كاع البيبان، ما كيخلولك منين دوز، ما كيبانوش صافي. وانا بغيت نعرف اشنو كاين، حيت من حقي الا كان هذاك ولدي من حقي نعرفو، ومن حقه يعرف بو صافي. هادشي اللي كاين، هادشي اللي بغيت، ما بغيتش منهم حتى شي حاجه، لا فلوسهم، لا شكون اش كيكونوا، لا ديك كنيتهم، لا داكشي كامل، ما عندي ما ندير بداكشي. بغيت نعرف ولدي هادشي اللي كاين. فين مشات دابا هذيك الدريه؟ فين ما عرفتي على حتى شي اثر؟ هذيك البنت كاينه في المغرب، كانت مشات للطاليان مره، ما تفرقنا، مشات بعام، هادشي اللي خلاني نزيد نتاكد، مشات بعام مره ما تفرقنيش، مشات للطاليان. دابا كاينه في المغرب، ولكن باش نتلاقى معاها وداكشي ما كاينش كيفاش، وما بغيتش ندير شي حاجه، حيت ما بغيتش ندير شي حاجه، حيت ما تعرف هما يقدروا يديروا اي لعبه على السمعه ديالهم، فهمتيني، باش كيخافوا على راسهم بزاف من الهضره ديال الناس. واش انا فاهم هادشي، ولكن بغيت انا نطالب ولدي بالقانون، ما بغيت حتى حاجه اخرى. هما داكشي ديالهم يخليوه عندهم، انا بغيت الحقيقه، بغيت ولدي صافي، بغيت نثبت بلي هذاك واش ولدي ولا لا، باش انا نرتاح. حيت خويا انا في العمر ديالي 25 عام، ياك باقي قدامي الطريق، باقي قدامي بزاف الحوايج غنديرهم، ولكن بغيت غير نعرف باش ما يبقاش ديما هذاك السؤال كيدور ليا في راسي. حيت انا ديك البنت راه كنا بحال مزوجين، فهمتي، كانت علاقه زوينه، غادي مزيان، ولكن داكشي اللي طرا ما فهمت فيه والو، ما كانش اصلا شي سبب اللي غيخلينا نساليو بحال هكاك، فهمتي، الا ما كانش داك البلان. حيت الا بحال هادوك ما غيبغوكش تدخل وسطهم، وانت براني عليهم، وانت واحد الدري عايش عادي، ما فهمتيني، والديك على حق الحال، وهادي هو انا كعارف كيفاش كيفكروهم. اللي بغيت نقول لهم هو انا راه ما محتاجش داكشي ديالكم كامل، انا محتاج نعرفو لي صافي هادشي اللي بغيت. والاسره ديالك فراسها ولا ما فراسها؟ ما فراس حتى شي واحد، ما فراس حتى شي واحد، مازال ما قلتش حتى شي واحد. حيت الا قلتها لهاداك، الا قلتها للدار والعائله عرفوا داكشي، غنوليو في هضره اخرى، ما غنسكتوش لهم،
فهمتي؟ دابا بغيت نفك المشكل بلا شي هي احسن قبل ما نوليو في شي حوايج اخرين، حيت الا جاو هما يديروا شي حاجه راه اش غنقول لك، ما غاديش نسكت، غندافع على راسي وعندي كلشي، كلشي باقي عندي بلي بروف بكلشي، ما فرطت في حتى شي حاجه، حيت كنت حاسس واحد النهار غنحتاج لك شي كامل صافي. هادشي اللي كاين دابا شنو الامنيه ديالك بالضبط؟ انا الامنيه ديالي نشوفوا لي، بغيت نعرفو، بغيت نتعرف عليه، بغيت نعرف هما كيقول لك احنا مربينه جايبينه من الخيريه، فهمتي؟ واش ولدك غترضى يقولوا عليه جايبينه من الخيريه ولا يعني العائله ديالها واش ما كانت رافضه العلاقه ديالكم؟ ما كانتش رافضاها، ما كانتش رافضاها، كان كانوا شي حوايج اللي ماشي هما هذوك، ولكن ما يمكنش لي ندخل فيهم، فهمتي؟ هذاك الشيء كيبقى بينها وبين عائلتها وبين والديها، ولكن المشكل باش حنا نتفارقوا ولا ما كانش حتى شي مشكل، كان كلشي غادي مزيان. شحال دوزتي معاه تقريبا دابا؟ تقريبا خمسة ديال السنوات تقريبا، باش عرفتها ودوزت مع تقريبا خمسة ديال السنوات، يعني خمسة السنوات في نفس الدار يعني جمعت. واه كتعرف والديا، كنعرفو والديها، كنعرفو بعضياتنا، كنعرف خوتها، كلشي عادي، كنت بحال ولدهم، كيعاملوني مزيان، كنتعامل معاهم مزيان ترونكيل، ولكن داكشي اللي جا مع الوقت يقدر ما غاديش يفكروا فيك كاع، حيت كتولي منهم، فهمتي؟ غتفهم داكشي اللي داير كامل بيناتهم، غادي هما ما غيبغيوش هكاك، ما غيبغيوش يدخلوا واحد الدري عادي براني عليهم، ما عارف عليهم حتى شي حاجه بيرسونيل زعما، يدخلوا بيناتهم باش يعرف اش كاين، فهمتي؟ يمكن كيلعبوها بيناتهم، يدبروا راسهم انا بغيت ولدي صافي. انا ما ديرش هادشي هذا باش نخسر لهم السمعه ديالهم ولا باش نضرهم بشي حاجه ولا لا، انا بغيت نعرف غير شنو كاين صافي. واش يعني ربما الحاله اللي شي معايا ديالك داكشي علاش ما قبلوكش؟ اه ممكن اغلبيه غيكون هادشي، حيت هما من دوك الناس اللي كيفكروا ديما في شي حوايج دنيويه، فهمتي؟ ما عندهاش قيمه، ما فهمتيني؟ كيفكروا معايا في الدنيا، الدنيا لي زافير، غادي دير البس صوك كدا، فهمتيني؟ انا داكشي كامل ما كيبانش ليا، من ديك الوقت ما كانش كيبان ليا داكشي، حيت انا عارف راسي في اي لحظه نقدر ندير داكشي، فهمتيني؟ انا راجل ما خصنيش ما كنطمعش، فهمتي؟ ماشي الطمع اللي داني لديك البنت، لا ديك البنت كنت باغيها، فهمتيني؟ حتى عرفتها مزيان وعرفت كيفاش دايره وبغيت نبقى معاها، وتا هي هكاك ودارت معايا شي حوايج الله يعمرها دار، ولكن يقدر دارهم كانوا سبب في شي حاجه، يعني ضاغطين عليهم يمكن هداك الشيء قالت. وفي هذه المده كامل فاش غابت عليك يعني تواصلتي معها؟ مره كنا كنتواصلوا مره. كيفاش كنت ردت مني انا؟ عادي كندويو عادي، ما نسيناش داك الشيء كامل، كندويو مزيان صافي. ودابا شي تقريبا من شهر 8 ما دويناش، كانت جاتنا واحد لابيل ديالها، دويت معاها عادي، كان واقع لها شي مشاكل وانا ما كتعرفني مزيان وكنعرفها مزيان، عاودت ليا صافي. انا ديك الوقيته ما كنتش مسالي، كان عندي مشاكل ديالي وهادي وهادي، ما رديتش البال، فهمتي؟ ولكن من بعد فاش دخلت الاخبار للوالد وهادي وهادي وديك الهضره ديال الخيريه ومربين وكذا وكذا وكذا، ما قدرتش نصبر. ما عمرك يعني فكرت انك تزوج بها من قبل، يعني قبل كاع ما يوقع هذا المشكل؟ خويا ما نكذبش عليك، الزواج ما كاتب، ولكن باش الاختيار ديالي انا ما كرهتش، فهمتيني؟ ما كرهتش ديك حيت ديك البنت كنت باغيها، ماشي لا، ولكن راه مكتوب الله كيتصرف على حساب يعني ربما الوضعيه الاجتماعيه ديالك داكشي. لا ماشي على داكشي اصلا، الا تزوجت باغي نقد بها، فهمتي؟ الا تزوجت باغي نقد بها، والا كانت هي باغا